الفرق بين السوري والتركي أول شيء إنه في تصاميم أكتر، فيك تتواصل مع السوري كسوريا سوري تفهم أكتر من التركي. يعني أحيانا بالتركي تواجه صعوبة شوي زيادة، فالأساس تعمل مع السوري تكون أحسن بكتير. حتى في تصاميم أكتر كموديلات، حتى بالعيار أحيانا بيختلف. هذا أساس مفضل الذهب السوري أكتر من الذهب التركي. مع الأسف هالوقت كتير صار عم يغشوا بالذهب، كل ما يستثمروا يرى زيادة منك. هلا الذهب استثمارا كمان عم يطلع أكتر، فكل ما أخذت ما تفكر إنه الذهب عم يغلى وعم يرخص. الذهب حياته بينزل 5 و10 ليرات، يعني دائما بدك تقدم لقدام الذهب كمان عم يغلى أكتر. مربح لك يعني بدك تشتري معي صايغ ذهب طبعا يكون موثوق منه. هذا الشيء أول شيء طبعا، وفي ناس كتير اللي عم تغش بالذهب عم تحط لك عيار خفيف تلبسك يا بعيار تاني تمام. فبدك تشتري أي جرام ذهب تعرف إنه المحل عم تشتري منه موثق، هي أول شيء. وتاني شيء الذهب حياته ما كان خسارة، دائما مربح لك. هلأ السيدات السوريات أو إجمالا العرب، نحن كعرب شرق الأوسط ما نستخدم 22 إلا ما نادر، يعني نادرا ما نستخدم. فاستخدام السيدات العرب إجمالا الذهب 21، الذهب السوري بيجي عياره 21، الذهب التركي عياره 22. بالأسهم بيجي عيار الذهب السوري 875، العيار التركي 916. فلهذا بيكون السبب يعني أنه أكثر شيء ميولا ال 21 كلون وكشغل. يعني هلأ الموديلات اللي تطلع بالعيارات 21 ما بتكون موجودة بال 22 والعكس. أغلب الزبائن بتفضل الذهب السوري. ليش؟ لأنه خارج تركيا العيار 22 لما بده ينباع ما في مين يشتري. الصياغ دائما ما عم يشتروا الذهب 22 لأنه في صعوبة ببيعه، فعم يضطر الصياغ لما بيشتري مزبون عم يحطه بيكسره بيدوبه، فهذا عم يحط عليه تكلفة تدويب وعيار، فلهيك عم يرضى لهيك راغبه قليل.